مانيشاتي يرفو فرقة الأحباب مفرق الخاسر راني مستوحد وقع ما بينو بين علي تنشاف شعلها بيناتهم واحد والبد ورصقنا حتى احنا يا في التلاب دخلوا في نقاش موضوع لحد حتى فات حديثة محد العتاب شعلت ما بيناتهم لا باتخمد وبدأوا يعدوا سلبي والإجاب واحد قال بلندن كلش واجد والآخر قال الريف نسمات وطاطياب من ثمامي لحيوتكم راني نمرت فش تركب تيو حتى ظهري عاب الآخر قال له يا أخوي غير أهمد صنت يا صاحبي نعطيك جواب في المدينة أنواع والله ما تتعد ما يحسيها يا الخو حتى حوزب رفاهية هي زايدة حتى على الحد وكل شوية لقيتشها يا مصاب في المدينة أنواع والله ما تتعد وما يحسيها يا الخو حتى حوزب رفاهية هي زايدة حتى على الحد كل شوية لقيتشها يا مصاب بلدية تسجلك من اللي تولد ترعى كل مصالحك وبتاع غصاب وجوامع في دين أمة محمد تحمي فيك من المكايد والتخراب فوقها بدروس نصح وتأكد ومن تبع أقوالهم عمره ما خاب طلبة تكلف ران تزوج وهي حسن لفظ الحديث مع الآداب ومدارس بعلوم يسر ما تتعد جامعات كونت فيها شباب والمستشفى يعاد جرارك بالود غرارك بالود علاجك يتاخذوا كل الأسباب والناقل موجود وين بقيت تهده السيارات وصلت حتى للباب والسكنة في الحوش بالصور مشيد وجردة ديكورها فاتح لهاب وثريات النور بمصابح توقع دفوتية تريح عنا من الأتعاب مصابيح النور بمثابت ومصابيح النور بمثابت فوتياتي ريحونا من الأتعاب هذه دار ضياف الأخرى للمرقد وهذه دار عيال والمطبخ طياب ما نخشى لا ريح لا مطر مرعد لحمنا لا وليعنا حد زرداب قال له وانت في خيفوك شدوه الموتد وإذا فرات يطيح عنك من العقاب إذا جاك الريح تحكم متجبد والقطرة في الخالفة دارت مزياب إذا صاف الصيف تتول المصعد بشهيلي والقايلة جلدك يطاب خيفوق مشرعين وربع مد في صمدة مقطوع ومكثر الكلاب بين إيهافي كيف محرش ومكركد وضما كيجي من مقادر ولا جباب لسبا لا تسيل لخزدني مد أرموها محجرة ونص تراب من اللي أنا زغلاش وشلاخي وزبد وعلى بيها تشق صق ضرب القراب تصبح في سوق الباقات تقمرد وتكركر في الخيش ولا تفرار قال علي ذي الشيخ خاجلين الرد والله انتم مهوضين وبالتنقاب تحزم للبادية عاد يجرد بعد ان كان بخيرها مالي الاطناب صنت يا صاحبي نعطيك الرد واسمع مني حديث قمنا في الصواب هذا الصحراء اللي عليها تتهدد بعد ان كان زايخة هما وتراب مني كانت عاطفة قبل ان تشرد روينا ورواه الاحباب والانساب الخير الوافير كل اخر يشبد من فضل المولى الكريم الوهاب حلابة وجلاد رسم ما تتعدوا لمحوش يا فلام عقول والعلاب المربع نهداه والبكري قيدت بالراي من البلير برما والحلاب والشكوى وسليخ الزبده واجد للتذكير برك راه كان خويا جلول يوضح يعني كاين واحد المفردات مولا 30 سنه راه ما يعرفهمش كان سقسيك البنات ذوك تعرفوا البدريه اللي تعرف البدريات هذا سمعه بدون سمعه البدريه قلنا المربع نهداه والبكري قيدت بالراي من البلير برما والحلاب والشكوى وسليخ الزبده واجد بدريه بعكاك ومربى بيا طياب وقراير وحمال ترفد ما ترفد مزايد للمبرمي لو قرا بنت العكه وقراير وحمال ترفد ما ترفد مزايد للمبرمي لو قراب وعياد مربطين في طرف المذود والعودات يدوح والنادر طاب واحنا مبسوطين في الخالق نحمد مروان ملات الليس والارقاب وحواحي من كل جهه تتلمد نديرو فرجة على الروان وبالغياب والبارود زين للبعد يسار هاد مدربين ولادنا حتى الدراب بعدين كانت باهية قد على القد طاح قدرها كي العبد اللي مصاب كيصدوا الايام وساعة تصوت عدت تصير خاثير تصفها بالناب في المدينة واش عجبك يا سيد خصوصا كي جا الوقت على العقاب خلقت فيها ناس ما ينشعل القد يا جوج وما جوج عايش في خراب لا تاريخ بلاد عندك يتجبب لا غير عدين من مكسب ذهب في بر العلوم والمخ مجمد والخرافة ضربة كم أطناب وعد فوق الدار داير ربع رود طمعي فيها تعود له على عين حجاب والاخر ربه قنفوذ في عين المحسب والاخر شاطر دار تسميره في الباب يا هل ترى عاجبك هذا المشهد يا هل ترى سيبو مدين عاجبك هذا المشهد في دولة تاريخها عي كتاب ويا هل ترى سيحوا فين العهد وريحنا شهيدنا تحت التراب المستعمر دار فيه الميكيد ورانا نضرب احنا مجلد واحباب علاه قالوا على خاطر تولي درتوا لي خيوط ونطارق توكب ودخل في دارنا بلا ما طبطب باب واذا بقيت نوضحوا اشوفوا عد كذا من قناة فسد الشباب في كل دار تشوف كسعة فوق وتب للهوى مدت ايدها نعطى الطلاب ميميريك نتاعك مراه يجرد في الاخلاق الفاضلة عنها غصاب لحيا ردمو بدلو بالوعش دب
قال قلوده اللي حشده في زرداب وتقدم شبابه وعاد يغلد في ذريت شويف كلش بترتاب واحد دار الطور في راسه ويحرد فوق الوذنين دار قب نتاع كلاب لاخو خلى خطيق من نظر الخد تاع الفساد تقول خمس نتاع عندك لما النيميريك تاعكم راه يجرد في الاخلاق الفاضله عنها غصاب لحيا ردمو بدلو بنوع جدد قال دي مودي اللي حشده في زرداب وتقدم شباب وعاد يقلد في ذريت شويف كلش بترتاب واحد دار الطور في راسه ويحرد فوق الوذنين دار قب نتاع كلاب والاخر خلى خطيط من نظر الخط على صادق يقول خمس انت عندك كبرت ولا كل واحد يتهدد قدرة ربي مجرد داوي العبد سباب شفت الشمشة ورحت نزلي نتفقد نستقبل لحد فيها من الاسحاق نلقى عليه اللي هو بدوي نلقى عليه منير الحرب ومجد والخاتير من ناين الدهر الاسحاب دوكم لينا ثلاثنا هذا المجرد نشوهم يخرجوا منها قواب الشيخ علي على راسه شو متقيد بعشاري وسيوف الباقين الشاب ومطارق وماس مرحية على المبرد والتحزين ما زالت لعدهم ترهاب جماعة الخافير عادت تتلبد لدبزة لدماغ عرفوها تصعاب واحد عرى مرافق وعاد يريب والكاراتي قال عندي عشرة حساب وعلي جا من هيه يجري بزبد لو تسلت معتد بيها الأولاد عرفنا هات زاقات وتعدات الحد جدري يبسجات فيه يد الحطاب نصحنا الخافير قلنا له بعد وصحجيش كلي ولي لكراب يا سمعنا كن فاهم للقصد وفهم قصدينا جملة من الأحباب منش ضد الباد يكون مأكد فيها رعاة أمينتي هي والآب ومانيش على المدينة في المقصد هي بحر علوم ما ليهش حساب ومانيش على اللي عقله راشد حاشا جنبة خيوتي ماني قتاب مقصودي أصناف غروق جات جدب في المدن والريفة استرحجاب سامحني ناخوك راهي قلب البردهم وباقي دنيا ولا عشاف طياب في وقت الشينين كلش عنا صد أخرتها رجوعنا للأصل تراب اللي بعلوزين بجنة يسعد مولشين راه ثم ظنه خاب الصلاة على النبي محمد مصطفى شفيعنا عاتق الأرض والسلام عليكم ورحمة الله. في الأخير نقولكم يصعب عنا فراق مية محبين ويصعب عنا باه ننسى لوعاته ويصعب عنا باش نفرق بين اثنين اشتركوا في القلب سكنوا في ذاته من بعد الله انتم الوالدين يرحمهم ربي وسع رحماته معزتكم في القلب مدمنا حيين مولعون بحبكم بين هاته مدام الحياة حكم سوالين إذا قبسوانا قولوا ماتوا. السلام عليكم.